السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية سادس. اليوم إن شاء الله رح نحل تمارين ومسائل صفحة 59. كان عندكم واجب السؤال الأول والسؤال الثاني، رح نحلهم مع بعض. السؤال الأول: اكتب الأعداد التالية بالأرقام. اكتب الأعداد التالية بالأرقام: 43 صحيح وسبعة من مئة. 43 صحيح وسبعة من مئة. طبعا في عندي عدد صحيح وفي عندي الأجزاء من العشرية. 43 صحيح بكتبها لحال، اللي هي بدها تكون عندي بعد الفاصلة، وسبعة من مئة، هاي سبعة. بما أنه حكالي من مئة، المئة كم صفر إلها؟ صفرين، يعني كم منزل هون بدي حتى يصير في عندي منزلتين اللي هي صفر واحد. إذا 43 صحيح وسبعة من مئة. ليش زدت صفر قدام السبعة هون؟ لأنه المئة هي عبارة عن صفرين وأنا بدي منزلتين مقابل للصفرين اللي هي من مئة. اثنين: 68 صحيح، بروح على الصحيح بكتب 68 صحيح بحط الفاصلة، وثلاثون من عشرة آلاف، هاي ثلاثون. 10,000، ال10,000 كم صفر إلها؟ أربع أصفار. إذا بدي أربع منازل ما في غير اثنين، محتاج لصفرين بحطهم قدام. 17 صحيح بحط 17 صحيح فاصلة، وسبعة وخمسون من 10,000، 57 من 10,000، هي 57. 10,000 يعني عندي أربع أصفار، لازم يقابلها أربع منازل، أنا عندي فقط منزلتين بزيد صفرين. حكينا دائما زيادة الأصفار رح تكون قدام الرقم، تمام؟ مش يعني على يسار الرقم، مش على اليمين، مش أصفار على اليمين، لأن هي ما لهاش قيمة اللي على اليمين، بنحطها على شمال الرقم، إذا نقص علي منازل. اكتب الأعداد العشرية التالية بالكلمات. سبعة صحيح، و طبعا قلت لكم الحصة الماضية إنه الفاصل زي كأنه محل هواء، 2341، إذا سبعة صحيح و 2341. طب 2341 من كم؟ هل من 10؟ هل من 100؟ هل من 1000؟ هل من 10,000؟ بعد المنازل 1 2 3 4. مين اللي من اللي عندي الأعداد إلها أربع أصفار؟ هي 10,000 لتكون من 10,000، إذا سبعة صحيح، سبعة صحيح و 2341 من 10,000. تنين: 18 صحيح و 543 برضو من 10,000. ليش؟ كم منزل عندي؟ 1 2 3 4. ومين اللي عيلها أربع أصفار؟ اللي هي 10,000 اللي مقابل أربع منازل. 18 صحيح و 543 من 10,000. عندي هون برضو 29، ما عندي رقم صحيح، ما عندي أعداد صحيحة، عندي أعداد عشرية. 29 من كم يا سادس؟ نفس الشيء بعد 1 2 3 4. مين يا سادس عندي؟ العشرة ولا المية ولا الألف ولا 10,000؟ إلها أربع أصفار يعني أربع منازل، اللي هي 10,000 من 10,000. هاي كيف أكتب بالكلمات. السؤال الثالث: ما القيمة المنزلية للرقم الذي تحته خط؟ طبعا على لوحة المنازل حكينا عندي هنا الأحاد والعشرات هي عبارة عن أرقام صحيحة. عندي اللي بجنب الفاصل بالضبط جزء من 10، جزء من 100، جزء من 1000، جزء من 10,000. إذا هون 2 من 100 شو بدها تكون قيمتها؟ 2 من 100. الستة هون حكينا اللي بجنب الفاصلة جزء من 10، جزء من 100، جزء من 1000، جزء من 10,000، يعني 6 من 10,000، هاي قيمتها المنزلية زي ما بنعملها على لوحة المنازل. برضو الواحد من 10، من 100، من 1000، 3 من 10,000، إذا 3 من 10,000. هيني أوجدت القيمة المنزلية للأعداد التي تحتها خط. رح نعرف القيمة المنزلية من لوحة المنازل. دائما يا سادس اللي بعد الفاصلة أحد عشرات، هلا اللي قبل الفاصلة بجنبها مباشرة جزء من 10، هون جزء من 100، جزء من 1000، جزء من 10,000. السؤال الرابع: مثل الأعداد العشرية الآتية في لوحة المنازل. في عندي العدد الأول 2935 من 10,000، العدد الثاني 3 صحيح و 9468 من 10,000، العدد الرابع 73 صحيح و 121 من إيش؟ من 1000. ليش مش من 10,000؟ لأنه 3 منازل ومقابلها مين؟ الألف له 3 أصفار يعني مقابل 3 منازل. كيف بدي أمثل على لوحة المنازل؟ حمثل العدد الأول. طبعا حكيت لكم دائما خلينا نبدا بالفاصل العشريه. هلا مين عندي احد؟ ما في، بحط
يعني شحطة. مين الجزء من 10؟ 2، جزء من 100؟ 9، جزء من 1000؟ 3، جزء من 10000؟ 5. هنا خلصت العدد الأول. العدد الثاني بنحط الفاصلة العشرية. كم عندي الآحاد؟ 3. في عندي عشرات؟ لا. مئات؟ لا. اللي بجنب الفاصلة في عندي جزء من 10؟ 9، جزء من 100؟ 4، جزء من 1000؟ 6، من 10000؟ 8. العدد الأخير بحط الفاصلة. نفس الشيء، الآحاد عندي كم؟ 3، والعشرات 7. ما عندي المئات، جزء من 10؟ 1، جزء من 100؟ 2، جزء من 1000؟ 1، وبرضه ما عندي 10000 بحط شحطة. تمام يا سادس؟ كيف أمثل على لوحة المنازل؟ أول شيء بنزل الفاصلة العشرية، وبعدين بتحرك جزء من 10، جزء من 100، جزء من 1000، جزء من 10000، اللي بجنب الفاصلة جزء من 10. هلأ على يسار الفاصلة آحاد، عشرات، مئات، اللي بتمثل الأرقام الصحيحة. آخر سؤال، أكمل الجدول الآتي. معطيني بالأعداد العشرية، وبدهم بالكسور، وبدهم بالكلمات. طبعا بالأعداد العشرية دائما كلمة عشرية يعني يحتوي على فاصلة عشرية، بدي أعملها بالكسور، يعني لازم يكون بسطه مقام. 2 صحيح بحطها على جنب، 2 صحيح ما بعمل فيها ولا إشي. هلأ 174 العدد الصحيح، العدد العشري، على كم أحطها يا سادس؟ لازم يكون عندي المقام، إما 1000 أو 100 أو 10. بتطلع على المقام، على العدد العشري اللي عندي. المنازل العشرية عندي 1 2 3 4، يعني لازم يكون عندي 4 أصفار للإشي اللي بدي أحطه تحت، معناها 10000. ليش؟ 2 صحيح نزلتها. 174 من كم؟ 1 2 3 4، يعني من 10000. بالكلمات 2 صحيح و 174 من 10000، و174 من 10000. ليش 10000؟ لأنه 1 2 3 4 منازل. هون في عندي معطيني إياها بالكسور، بدي أعملها بالأعداد العشرية. 135، 135 على 10000. بالأعداد العشرية في عندي هون أرقام صحيحة؟ لا، بحط صفر وبنزل 135. بس يا سادس أنا كان عندي المقام من 10000، يعني لازم يكون عندي كم منزلة؟ 4، لأنه عندي 1 2 4 أصفار. 1 2 3 شو بزيد؟ بزيد صفر عشان يصير من 10000. 135 من 10000. لما أجي أمثلها بالأعداد العشرية إذا نقص علي صفر لازم أحط قدام الصفر. طب كيف بدي أعرف حسب المقام؟ 4 أصفار عندي لازم يكون 4 منازل. طبعا بالكلمات 135 من 10000. آخر إشي في عندي 5 من 10000، نعملها بالكسور وبالأعداد العشرية. 5 من 10000. طبعاً لاحظوا هنا في أعداد صحيحة، ما حكوا في عندي إشي صحيح، بحط صفر. 5 هي 5، 10000، 10000 يعني عندي كم صفر؟ 1 2 3 4، يعني لازم كم منزلة؟ 4. أنا ما عندي غير واحدة، بزيدها 3 منازل. كيف بدي أعملها بالكسور؟ 5 من كم؟ 10000، يعني 1 2 3 4، 4 أصفار. كيف عرفت؟ لأنه 4 منازل. دائما في الكسور يقابلها بالأعداد العشرية لازم يكون عدد الأصفار يساوي عدد المنازل لما أحول للفاصلة العشرية. تمام يا سادس؟ هذا حنرجع نعيده إن شاء الله في الزوم، ويا ريت يا سادس نكتبه على الدفتر. هلأ السؤال الخامس إذا بدكم اكتبوه على الكتاب، السؤال الخامس على الكتاب، أما الباقي كله على الدفتر، ويعطيكم ألف عافية.